السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفة تاع ثومة بريستيج. تبعوا معايا مقادير تاع 50 حبة وطريقة التحضير. اول حاجه نبداو بها هي عجينه اللوز. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو كيلو تاع لوز مرحي بودر، ونحتاجو 700 غرام تاع سكر ناعم. نخلطوهم مليح مع بعضهم. نجيبو السيار تاعنا ونغربلو هذاك اللوز والسكر تاعنا مليح. السيار هنايا اللي درت به ماهوش هذاك رقيق خلاط الدقاق، هذا اللي اكثر منه شويه. نغربلو كامل هذاك اللوز تاعنا حتى يبقى لنا غير هذاك الخشين نحيوه وحده. نجيو نضيفو ملعقه كبيره تاع زبده، ونضيفو ملعقه كبيره تاع جلوكوز. بالنسبه للزبده نزيدوها لانه اللوز تاعنا كما نعرفوا يجي ناشف شويه، الزبده تاعنا راح تخليه طري لاطول مده. اما بالنسبه للجلوكوز فهو يلعب دور تاع ماده حافظه، يعني تخلي الحلوه تاعك كش تخليتها طولت مش راح تفزت لك ليه. ونبداو نطمو العجينه تاعنا بالشربات. الشربات نحتاجو فيها كاس تاع سكر وزوج كيسان ماء، نحطوهم فوق النار حتى يبداو يغلي، ونحسبو 10 دقائق ومن بعد نطفيو عليهم. نخليوها تبرد ونجيو نلمو بها اللوز تاعنا. هنايا انا ضفت ملون ابيض، يعني نتوما لكم الاختيار تحبوا تضيفوه ولا لا. انا ضفتها باش تسمد لي هذاك اللون الابيض للعجينه. ونجيو نعجنوا العجينه تاعنا مليح. شوفوا العجينه تاعي راهي تلصق، ماهيش هذيك اللي يابسه وماهيش هذيك اللي طريه خلاص، يعني تكون تلصق شويه هكا في اليدين. تعجنوها مليح ومن بعد تلموها في كيس بلاستيكي وتخليوها ترتاح. في الوقت اللي ترتاح فيه العجينه تاعي نجيو نديرو كريمه الزبده تاعنا. عندي 3 بياض بيض، عندي 120 غرام سكر، يعني 40 غرام سكر للبيضه الواحده. نحطوهم فوق حمام مائي حتى يذوب هذاك السكر كامل، ومن بعد نجيو نطلعوهم بالباتر. كي نطلعوهم ونتحصلوا على ميرانغ، هنايا نجيو نضيفو الزبده تاعنا. عندي 240 غرام زبده، 80 غرام زبده للبيضه الواحده. نبقاو نضيفو في الزبده تاعنا حتى نكملوها كامل. من بعد نجيو هذيك الكريمه اللي تحصلنا عليها نحيو منها مقدار تاع ملعقه ولا اثنين، نعاودو نسخنوهم في الباماري، ومن بعد نجيو نضيفوهم على الكريمه تاعنا باش نتحصلو على كريمه تكون ملساء. هاي ليكم الكريمه تاعي اللي تحصلت عليها. الان نروحو نديرو الحشو تاعنا. واش نحتاجو فيه؟ نحتاجو جينواز تاع 8 بيضات، نحتاجو شويه تاع جوز يكون مدقدق ماشي مرحي، ونحتاجو ملعقه كبيره تاع شوكولا تارتيني. ونبداو نلمو الحشو تاعنا بكريمه الزبده. بالنسبه للجينواز درتها معكم من قبل وكنخليكم المقادير، واما طريقه التحضير حنخليكم الفيديو في التعليق. المقادير هما 8 بيضات، 240 غرام سكر، و 320 غرام فارينة. نخلطوا البيض تاعنا مع السكر حتى نتحصلوا على ميرانغ، من بعد نضيفوا الصفار، ومن بعد نضيفوا الفارينة تاعنا ونحطوهم يطيبوا. بعد ما طابت الجينواز تاعنا نخليوها تبرد ونرحيوها ونجيو نخدموا بها. هنا نبقاو نضيفوا في الكريمه تاعنا حتى نتحصلوا على حشو يكون طري. هاوليكم الحشو تاعنا اللي تحصلنا عليه، حشوه تكون طاريه. نجيبو الميزان تاعنا ونبقاو نوزنو في الحبات تاعنا. نديرو 25 غرام للحبه، نوزنوهم كامل ونكوروهم بهذه الطريقه، ونحطوهم في الكونجيلاتور. نحطوهم مده تاع ربع ساعه ولا 20 دقيقه حتى يحكموا رواحهم مليح باش من بعد ما يتعبوناش في الخدمه. الان نجيبو عجينه اللوز تاعنا اللي خليناها ارتاحت مليح، ونبداو نوزنو في الحبات تاعنا. راح ندير 35 غرام للحبه، ندير 35 غرام تاع عجينه اللوز و 25 غرام تاع الحشو. هنا الحشو تاعي بعد ما حطيته في الكونجيلاتور كما راكم تشوفوا راهو يابس. نجيبو عجينه اللوز تاعنا نحلوها بهذه الطريقه، ونحطو في الوسط الحشو تاعنا ونغلقو عليها. شوفوا الطريقه كيفاه. نبقاو غير نكورو فيها هكا بشويه حتى يتدرج هذاك الحشو تاعنا كامل، ونبقاو نكوروها حتى نتحصلوا على كره تكون معدوله متحوفه. بالنسبه للحجم انا تبالي هذا هو الحجم تاعها المثالي، اكثر من هكا راح تكون كبيره بزاف، وقل من هكا راح تكون صغيره بزاف. وبنفس الطريقه نكملوا كامل الحبات تاعنا، يعني نوزنوا عجينه اللوز تاعنا ونجيو نحشيوها بهذاك الحشو اللي درناه، ونحاولوا كيف نغلقوا عليها ونديروها كره تكون معدوله.
بعد ما كملت الحبات تاعي كامل انجي والتزيين. وش نحتاجو؟ نحتاجو هذاك الماء الابيض، ونحتاجو هذا الازهار اللي درتهم بعجينة السكر. نجيبو الحبات تاعنا ونديرو لها كامل الناكخي، يعني كامل لونها بهذاك الناكخي تولي كاملها بيضاء. شوفوا الطريقه كيفاه، ما نخليوش حتى بلاصه، لازم من الاوجه تاعها كامل نغلفوهم بالناكخي ونكعبروها هكا، نحاولوا كيفاه نعدلوها مليح. نجيبوا سكين ماشي جهه نقصوا بها، جهه اخرى، ونحاولوا كيفاه نديروا خطوط كما راكم تشوفوا. ما تضغطوش بزاف، نديروا غير خطوط هكا الفوق. نقسموا الحبه تاعنا على 8 بهذه الطريقه. نجيو نديرو واحد الحفرة هكا في الحبة تاعنا كيما هكا، باش نحطو فيها هذيك الزهرة تاعنا، نلصقوها بهذا الشكل بالجلوكوز ولا الغراء الغذائي، نحطوها في الأرغونزا في الكيسات، وهكا يكون الشكل تاعها النهائي. بنفس الطريقه نكملوا كامل الحبات تاعنا، نديروا ناكخي، ومن بعد نجيبوا هذاك الموس تاعنا، نقسموا الحبات تاعنا على 8، نديروا خطوط. من بعد نجيبوا هذاك الزهره تاعنا اللي كنا خدمناها ولصقوها في الوسط، ونحطوهم في الكيسات وفي الارغونزا ونقدموهم. هاو ليكم الشكل النهائي تاع الحلوه تاعي بعد ما كملتها، شكل جميل جدا. جبت حبه وقسمتها معكم باش تشوفوا القوام وتشوفوا كيفاه جات من الداخل. القوام تاعها طري جدا، والبنه تاعها رائعه جدا، يعني بنه هايله. جربوها البنات، حاجه سهله، حلوه سهله، تقدر اي وحده في الدار ديرها بطريقة سهلة. إن شاء الله تجربوها، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة، وإن شاء الله تنجح معكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديوهات كامل اللي فاتوا. ما تنساوش إعجاب الفيديو ومتابعة القناة، وشكرا على المشاهدة.